ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير، وإن شاء الله تدخل عليكم هذه العطلة الصيفية مزيان، وتكونوا نجحتوا وتوفقتوا ولذاتكم نجحوا، وتدوزوا عطلة مزيانة، ويجوا عندكم الضياف وتشوفوا كيفاش شنو طيبوا لهم اليوم. إن شاء الله غادي ندير لكم الأكلة بالبرقوق محسنة باللحم والبرقوق، غادي ما يجيو الضياف وتجتمعوا وتطيبوها. إذا على بركة الله غادي نشوفوا المقادير ديالتنا. الاول غادي نبدا حنا البصله، ضروريه تكون البصله، والبصله تكون كثيره. انا درت جوج بصلات كبار، ها هما. هنا البصله هي اللي تعسل لنا كل شيء، ندير اللحم بالبرقوق. اذا هادو جوج بصلات قطعتهم طرونشات، ها هما قطعتهم سلايسات. وهذا العطور اللي نحتاجه، معايا القام كل حاجه، واللي بغى يكون بغى بزاف العطور يزيد. هذا السبايسيز ها هما. اذا عندي هذه ملحه، غادي نوريكم من نديروهم. اذا كمون، سكينجبير، بابريكا اللي هي فلفل احمر، وكمون، وهذه السكينجبير هو الاول كل شيء، جينجر، وهذه بابر بلاك بابر هي الفلفله كحله، نقول لها السودانيه بعض المناطق. هذا برقوق انا شريته هكذا، هذا معدنوس كما تشوفوا هنا، هذا المعدنوس، وهذه عطورته هي هذاك الخرقوم. انا جبت المعلقه باش نبقى نبدا. هذه زيت الزيتون، زعفران الحر، درت شويه في درتها هي رطاب في هذا الكاس تاع الماء، هذاك كاس العنبه. يلا وعندنا المعدنوس، صافي سالينا من هادو، وان شاء الله نرجعوا للحم ديالنا اللي هو هنا راها فايته 2 كيلو ونص، لان شفتوا غادي نزيدها هنايا. غادي نقوم، الا بغيتوا تقوموا هاد الحوايج ديالكم ديروا لهم هاد السبايسيز وهذاك العطور ودوك هذا، ديروهم بحال هكا وتخليوهم تخليوها تشرب فيهم، تشربهم، تجلس نص نهار، تقدروا ديروها في الليل والصباح تطيبوها تشربوا دوك القوام ديالها اللي غادي ديروه. ولكن انا راني غادي نديرها لكم غير باش تشاهدوا، نخليها وما نشعلش عليها دابا حتى البلاتي. اذا غادي نجيب هاد الحوايج تاعي القوام اللي جبته انا هكا، شوف واش راني نبان، نبقى نهضر غير بوحدي. علاش راني لبست القلابز باش نجمر؟ هذا اللي قلنا كركم خرقوم، ها هو شفتوه، درت معلقه، وانا نقول لكم كلشي معلقه من هذا. وانا كندير عيني ميزاني بصح ليكم، غادي نوريكم باللي ديروا عندكم ميزانكم. هذه الملحه ديالي ها هي، والله ما نعرف ندير بالمعلقه، ندير بشويه هكا عيني ميزاني بحال هاك، شفتوا كيفاش بحال هكذا. وغادي نسد على هذه ونمشي للاخرى، نسد على هذه. غادي ندير معلقه اخرى تاع الجينجر، هذا سكينجبير، ها هو زنجبيل، جينجر، كينجبير. كيمشي ليا بزاف هاد الحوايج، كيمشيو ليا من الراس ديالي، اما كلشي خليتهم في الطابله. وراني ندير شويه كمون، ولا انا ما كنديرهش، ولكن مزيانه الكمون. ها شفتوا، ها هو اللحم بالبرقوق، غادي يطلع زوين، يطلع زوين بزاف. اذا غادي ندير هذه اللي هي بابريكا، هذه راها حاره سبايسي، هارا هيا، دير معلقه صغيره حتى هي، كتعطي واحد المنظر وتعطيه مزيان النكهه للحم. غادي ندير شويه هذه اللي هي بلاك بابر، دائما ديك اللي هي ها هي فلفله كحله ها هي. انا كنت واحد الوقت كاع حيدتها، ولكن راني رجعتها نديرها، حيدتها للطابله ديالي كما نقول. اذا وعندي هذا معدنوس، احنا درنا كل شيء. المعدنوس عندي انا غير قليل هذا النهار، واللي بغى ما يبغيش يشوفه يربطه، ولا تخليوه حتى للتالي. انا التالي اذا كانوا عندي بحال هكا، غادي ديروا الطنجره ديالكم هكا اللحم باش يدخل له القوام كيما هكا. عجينتها يزيد ليا الزيت هنايا، يلا دير داك اليد تاعك البركه، هذا الزيت دور بها هكا. هوا ولدي يدير لكم شويه الزيت، ها هو، ديروا ولادكم يعاونوكم، كل ما شتوهم باش يبقاو يتعلموا، باش
تكلموا مع يساعدوكم. اوكي يلا شكرا علوي، شكرا بزاف. اذا هكا شفتوني درت الزيت، الزيت جوج معالق كبار. اذا كنتو تبغيو ليده راه اللحم يدم، شوف اللحم فيه ليده، اللحم راه فيه ليده شفتو، ها هو شفتو. انا كنخلط كلشي باش يدخل له الخليط ديالو هكا. اللي داره يخليه تخليوه يترقد عاد تشعلوا عليه، تخليوه حتى يشرب هذا العطور ديالو مزيان مزيان، يشرب هذا اللحم مزيان مزيان هكا. انا كنخلو الطنجره ديالي، ايوا ها هو، تخليوه يشرب هذا الشيء. داك الزعفران حتى الثاني تزيدوه، داك الزعفران الحر وداك الماء، ها هو راه كيشرب شفتو. ها هو غادي ندور عليه بحال هاك، حقه غير شويه. انا ملي درت عندي اللحم بزاف، وهاد اللحم راه غادي يطلق ليدان بزاف. اذا بحال هاكا، وغادي نشعل على الطنجره ديالي، غادي نبدا نشعل عليها نوريكم كي دير تشعل. خصني نجيب داك البريز، داك الرانوج هاني صافي درت يديا مزيان، خلطت هاد البصله وهاد الماكله، هذا راه يطيب بحال الطاجين. هيا اذا نتابع معاكم باش نوريكم كي ديروا سلو كوكر. هذه سلو كوكر يسميوها. اذا شوفوا في راني درت لها البريز، غادي نشعلها. شوفوا هنايا، شوفوا معايا سوي. اذا انا غادي نمشي هنايا من طفيوها، راني طفيتها دابا، غادي نولي نشعلها. غادي نقرا هنا شحال عندي، هذه 4 سوايع. اذا وهذه 6 سوايع، هذه 8 سوايع، هذه مين تكمل الطياب ديالها وتكمل الوقت اللازم غادي تولي على اللو، تبقى جالسه كتسنى فيكم. اذا انا غادي نديرها هنايا، شفتوا 4 سوايع، ديرها باش طيب، لان باش تطلقكم في ساعه طير على 4 سوايع وهي خدامه. مين تسالي هاد 4 سوايع كتمشي للو، تبقى على خاطرها طيب. اذا ولا درتوها 6 سوايع تخرج تمشيو فيما بغيتو وترجعوا تلقاو. واللي عنده الكوكوت يديرها في الكوكوت، ينقص لها في الطاجين الطنجره. انا هذيك غادي نستعملها اليوم باش ندير البرقوق تاعي، وباش نخليها على راحتها لان عندي حوايج نديرهم. وغادي تخرج زوينه، ها هي شفتوها في داك الكاس الماء اللي درتو، كما شفتو درت كاس الماء اللي فيه كاس تاع العنبه صغير. انا غادي تطلق لي دام ديالها، هاد سلو كوكر هكا دايرين، هي غادي تطلق لي دام ديالها. اذا وغادي نخليها طيب، هاني درت لها اون شعلت عليها، شوفوا غادي نخليها طيب ونتلاقاو باش نعمل طيب ونعسلو، نوريكم كيفاش نعسلو البرقوق ديالنا ونتلاقاو ان شاء الله. دابا رجعنا للوز ديالنا، انا سخنت الماء مزيان طيبته، وانا حطيت فيه اللوز كما تشوفوا. اللوز غادي نخليه بلا ما نطيب، غادي نطفي في الماء ونخليه واحد 5 دقائق ولا، نولي نغسلو بالماء بارد ونقشرو ونخليه ينشف. اللوز ها هو غادي نصفيه ونقشرو، وهذا الجنجلان ها هو نديرها غير شويه نصهدو في النار، نصهدو في البوطه. فوق درت فيه الماء، واحد الكاسرونه درت فيها الماء، وزدت عليها البرقوق. البرقوق هما كيما شفتو، غادي نزيد فيه السكر، هيا معلقة، معلقة أخرى. إذا درت معاه الماء والسكر، ها هو كيما تشوفو، جبت الصوص، هاهي حيدتها الطنجرة تاع هي اللي حمرت فيها اللحم، هاهي غادي نزيدها باش تعطيه داك المذاق الزوين. وغادي نخليها تعسل كما شفتو، ها هي واخا انا راه جاتني فيه الصوص بزاف، راه غادي نخليه يتعسل، نعطي له الوقت باش يتعسل. اذا دابا بعد ما جمرتو هو شرملتو مزيان كما نقولو تعسل، ها شوف شوف السكر ديالو، شوفو معايا ها هو، شوفو زوين زوين. غادي دابا نزيد القرفة، هي نخليها شويه تفوح، هي واجده، هي القرفه ما عليهاش دابا راه طايب. شفتو ها هو، شفتو شويه صافي. دابا راني غادي نطفيت، صافي طفيت، راه هذيك الحراره نتاع يلا بسم الله. عاوتاني غادي نمشي ونشوفو الطنجره ديالتنا فين واصله. راني درتها وخرجتها للكراج، درتها قدامكم غير كنت ندير الكاميرا،
ديتها للكراج، ها هي فين حطيتها على برا في الكراج. طيب على خاطرها شوفوا الضو ديالها فين راه، درت لها 4 السوايع، اذا غادي نفتح ليها غير نشوف راه مازال ما كمل الوقت ديالها. شفتوا شفتوا فين راه تختخ، شفتوا اللحم فين راه يتختخ، ها هي الصوص، ها هي الجمر. غادي نسد عليها ونخليها غادي يكملوا لها 4 السوايع ديالها وتمشي للسلو. ها هي شوف هذا غير طاح ليها الصوص ديالها، وغادي نستعمرو باش نوريكو كي نديرو. حنا درنا البرقوق هما كيما شفتو، غادي نزيد فيه السكر، هيا معلقة معلقة. أوه جبت الصوص، هاهي حيدتها الطنجرة نتا هي لي حمرت فيها اللحم، هاهي غادي نزيدها باش تعطيه داك المذاق الزوين، وغادي نخليها تعسل. هنا ما شفتو البان دابا بعد ما جمرتو هو شرملتو مزيان، كيما نقولو تعسل. ها شوف شوف السكر فيه، شوفو مخيب، ها هو شوفو زوين زوين. غادي دابا نزيد القرفة، كل واحد يبغي القرفة بزاف، كاين لي ما يبغيهاش بزاف. هي اللوز تاعي، اللوز نديرو بارد، ها هو شفتو، ها هو اللوز اللي قشرتو. غندير اللي نحتاج، هذا غادي ندير حاجه اخرى. ها هي المقلاش ديروا له، غادي يبقى يتختخ، تشوفوا اللون ديالو يولي ماغون، غادي تطفيو عليه. يلا بسم الله، نعاود ثاني غادي نمشي ونشوفوا الطنجره ديالتنا فين واصله. راني درتها وخرجتها للكراج، درتها قدامكم غير كنت ندير الكاميرا، ديتها للكراج، ها هي فين حطيتها على برا في الكراج. طيب على خاطرها شوفوا الضو ديالها فين راه، درت لها 4 السوايع، اذا غادي نفتح ليها غير نشوف راه مازال ما كمل الوقت ديالها. شفتوا شفتوا فين راه تختخ، شفتوا اللحم فين راه يتختخ، ها هي الصوص، ها هي الجمر. غادي نسد عليها ونخليها غادي يكملوا لها 4 السوايع ديالها وتمشي للسلو. ها هي شوف وصلنا النهاية تاع التوصيل ديالنا. انا اللي درت شي طبيصلات راكم شفتو وريتهم لكم، وهذا حتى هو ها هو غادي نديره، ندير عليه البرقوق في الاول، كنديروا البرقوق اللي عسلناه، ها هو كيما تشوفوا بحال هاك، درت برقوق عسلته في المره القادمه ان شاء الله فيديوهات اخرى. اذا غادي نزيد عليه اللوز بحال هاك، اللوز حنا غير كنحط كيما جا. اوكي نتوما زوقوا كيما تبغيو، ها هي جميله بزاف، زوينه بزاف بزاف بزاف. ها هو الزبزان، ونتمنى ان شاء الله تجربوه وما تبخلوش علينا بالكومنت ديالكم بالملاحظات القيمه ديالتكم، وحنا في الخدمه باش نجاوب. تفصيل اخر وان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتقدموه مع الفواكه اللي تبغيو. اذا شكرا.